السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم وميت مرحبا بالعراق وبالعالم العربي وفي العالم. وياكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، أشرف بكم بأول قناة عراقية. أخواني الأعزاء، احنا دائما نأكد انه الاغاني الاصيلة والاغاني الشبابية ايضا اللي تكون اكاديمية. فاليوم عندنا اغنية هيثم يوسف اخونا العزيز، واللي هي ذوب قلبي محبتك. واخواني الاعزاء، قبل ما ابدي بهذا الموضوع، لان هي كثير من هذه الامور هي طلبات من قبل اخواننا وعزائنا اللي هم دائما يطلبون في التعليقات. قبل ما أبدي أحاول أن أذكركم بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات بالشهر، وتقدرون تسألون على التفاصيل موجودة في رقم الواتساب أسفل الفيديو. وأتمنى من أنكم تتعلمون العود، هذه الآلة الجميلة الكبيرة واللي إلها تاريخ. فتقدرون تتصلون تشتركون بالدورات اللي هي 8 محاضرات في الشهر، وممكن تجددها انت حتى تقدر تتعلم بقية المقامات. راح نبدي بيها هي طبعا اكثرية اغاني هذا الفنان العزيز الصديق العزيز هيثم يوسف من مقام الكرد. لازم تبدي كسلم، يعني ريمي فاصول لازم بدايتها. اوكي، فتكون بداية كسلم عمود تتمرن عليه ذهاب وإياب، ثم ترجع على الأغنية الأصلية. الآن راح ابدي ريمي صال فا لا صفا فا فا، من هنا ياخذ مي طبيعي فا مي فا ري، ريمي صال فا لا صفا فا فا مي فا ري ري مي ري صال فا مي 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 ري مي دو دو ري مي ري صال فا مي 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 ري مي دو لا سي دا سي دو ري ري مي فا مي فا صال. هنا راح يبدي صولو لا سي با، شوف لا با صال فا صال لا صال فا مي ري مي ري مي فا صال فا صال لا سي لا صال فا مي ري، وتعيده بطيء با ري لا با سي لا صال فا المقدمة. ري مي مي صال صال فا مي مي صال فا مي ري دو سي دو ري فا مي فا مي ري مي صال فا مي ري 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 مي مي صال صال فا مي فا مي Thank you.
الموسيقى اللي بعدها بعد الأغنية. بعد ما تتقوى عليها بالتمرين المكثف على هذه الأغنية. بس أنا حاولت جهد إمكاني إنه أبطئ بالعزف أو بالسولفيج مالتها. تحياتي لكم، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية تعلم العود والغناء يقدر يتصل بالواتساب، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.